بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في المشفى الميداني في مدينة قلعة قصر. هذا المشفى الذي يقدم الخدمات الطبية والصحية لحوالي 20,000 نسمة من المواطنين الموجودين في مدينة قلعة قصر وفي القرى المحيطة بها كالزارة والشواهد والحصرجية. طبعا باسم الكادر الطبي في المدينة في هذا المشفى الميداني نتقدم بجزيل الشكر لمنظمة سامس التي قدمت لنا دعم لهذا الشهر كرواتب للكادر الطبي الموجود في المشفى بالإضافة لمستهلكات طبية. والآن هذه جولة في المشفى للتعرف على بعض المكونات وبعض الأجهزة الموجودة في المشفى. We are now in the fire hospital of Al Hosn Qasr, which is affording medical services for Al Hosn town and its neighbor village, Zara, Hasarjiya, and Al Shwahid. The population of the area is about 20,000 persons. By the name of Al Hosn Hospital medical staff, we thank SAMS organization for its supporting for this month and hope that will continue the supporting in the future. Many thanks.